تلك الفرضية للاستقالة فيتنام هذه اللي طرات في الصحافة مؤخرا؟ لا ما نظنش، كيأكد بان كاين واحد النوع ديال الضبابيه فعلا، وهذا النوع الضبابيه خصنا نجيو نعطيو عن ان اكليرسيسمون. علاش قلت لك غايبين؟ بحالنا القانون كيعطينا الوقت والاجال باش ناجلوا الجلسه، وفوت لك المده ديال 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 التاجيل، ان شاء الله غيجلسوا الاخوان كاملين وغيتفقوا على الموضوع كامل. كاين شي حاجه متفقين عليها هي السيد الرئيس خرج، وانتم الصحفيه ساهمتوا في هذه الضبابيه، وحنا خصنا نفكوا هذه العزله اللي صحافه خلقوها لحد الان. بالمفهوم الرسمي واش انت عندك شي حاجه مكتوبه بان السيد الرئيس استقل؟ ما عندناش اليوم حتى واحد، حنا غير عندنا شي حاجه مكتوبه في الصحافه. حنا ما يمكنش نبنيو المؤسسات الرسميه على قيل وقال.